مساء الخير على كل مشاهدينا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ربنا موجود. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة صوم أبائنا الرسل. صوم أبائنا الرسل اللي بيعد أقدم صوم عرفته الكنيسة، الصوم اللي صاموا أبائنا الرسل بنفسهم كبداية لخدمتهم، الصوم اللي بيتميز إن هو بيكون مقترن بالصلاة، مقترن بعمل الروح القدس، الصوم المقترن بالخدمة. مهم قوي عند بداية أي خدمة أن يكون اللي بيخدم ده يبتدي بالصلاة والصوم. سيد المسيح نفسه ابتدى خدمته بالصوم، صام 40 يوم على الجبل. بولس الرسول قبل ما يبتدي خدمته فضل 3 سنين في صلاة وصوم. الصوم مع الصلاة هو عماد الخدمة. لو شفنا، تعالوا النهاردة نشوف في حلقة النهاردة خدمة أبائنا الرسل وربنا موجود. ربنا كان موجود مع أبائنا الرسل في خدمتهم. لو سألنا أبائنا الرسل 70 رسول و12 تلميذ اللي هم في الأصل 12 رسول، لو قلنا لهم إزاي فتنتوا المسكونة، إزاي خدمتوا وبشرتوا في المسكونة كلها، لو سألناهم هل أنتوا تعبتوا في خدمتكم، هيقولوا آه تعبنا بس مع التعب كان في فرح. لو سألناهم هل اتألمتوا في خدمتكم، هيقول أيوة اتألمنا لكن مع الألم كان في تعزية. لو سألناهم هل أنتوا متوا وشفتوا مع الألم، استشهدتوا ومتوا على اسم السيد المسيح من أجل الخدمة والكرازة، هيقولوا آه في الظاهر هو موت لكن في الحقيقة هي حياة أبدية. من المعروف أن كل خدمة ليها شيطان، معروف في الخدمة بيكون ليها شيطان مخصوص، لكن من المؤكد واللي كلنا بنلمسه في خدمتنا هو عمل الروح القدس. الروح القدس اللي حول التلميذ اللي أنكر 3 مرات لكارز كبير بعظة واحدة، قدر يجذب 3000 نفس للإيمان. الروح القدس اللي خلى بطرس الرسول رسول الختان انه يقبل كرنيليوس الاممي وعرفه ان هذا الشخص الاممي هو مدعو للايمان. الروح القدس اللي فعلا كان بيقف معاه في كل عظاته وفي كل خدمته. الروح القدس اللي خلى مريمورقس الرسول الرسول التلميذ الضعيف اللي كان بولس الرسول رفض ان يرافقه معاه في رحلته، خلاه يكون كاروز الديار المصرية. مريمورقس اللي كرز وبشر في مصر اللي كانت مليانة بالأوثان، اللي بشر لإنيانوس الإسكافي والمقابلة الإلهية الشهيرة اللي كلنا عارفينها، إزاي بالمقابلة دي خلاه بعد ما كان أممي خلاه يكون كاهن وأسقف وأصبح تاني بطرك بعد مريمورقس الرسول. الروح القدس لو اتكلمنا عليها في حياة بولس الرسول، بولس الرسول الرسول الأمم اللي فعلا كان في عمل للروح القدس كبير في حياته، اللي حوله من شاول لبولس، اللي خلى بولس الرسول ووقف معاه في رحلاته التبشيرية الثلاثة. الروح القدس اللي أوحى لبولس الرسول ب14 رسالة، ومن أعظم الرسائل. لو اتكلمنا عن الروح القدس فعلا مواهبه كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. مين فينا ما حسش بعمل الروح القدس في خدمته؟ مين فينا ما راحش خدمة افتقاد ورجع فرحان وحس قد إيه وتلامس بعمل الروح القدس في خدمته؟ مين فينا ما حاولش يساعد إنسان محتاج وحاول إن هو يجمع مبلغ من المال ولقى إن ربنا موجود في خدمته وجمع أكتر بكتير من اللي كان محتاجه؟ تعالوا النهاردة في حلقة النهاردة نعرف عمل الروح القدس وإزاي ربنا كان موجود في خدمة أبائنا الرسل، ونتعلم منهم خدمتهم بالصلاة والصوم تكون حياة وخدمة حقيقية. هنطلع لفاصل ونرجع لكم، هنبتدي معاكم خدمة أباء الرسل وربنا موجود من خلالها. هيكون معانا القمص مينا عوض، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبانوب شبين القناطر. منتظرين أسئلتكم واقتراحاتكم، ولو حابين تسألوا أي سؤال في موضوعنا أو أي موضوع روحي منتظرين تليفوناتكم على أرقام التليفونات اللي ظهرت وهتظهر على مدار الحلقة. فاصل قصير ونرجع لكم نبتدي حلقتنا وربنا موجود في حياة وخدمة أبائنا الرسل بعد الفاصل.
ربنا موجود، ربنا شايف، ربنا سامع، ربنا عارف كل اللي بيجرى، ربنا دايما بيتصرف وبيعمل من أجلك. ربنا موجود في كل مكان، في كل زمان، ربنا موجود مع كل إنسان فينا، حاسس بيك، عارف احتياجاتك، وله طرق كتيرة مش ممكن تخطر لك على بال، يقدر بيها يدبر كل احتياجاتك. شعورنا بوجود ربنا معانا بيدينا طمأنينة، لأن اسم الرب برج حصين بيلجأ ليه الصديق وبيتمنع، زي ما قال المزمور: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. باسم الرب وقف إلي النبي قدام أخاب الملك، وباسم الرب كمان وقف موسى وهارون قدام فرعون، وباسم الرب وقف بولس الرسول أمام فستوس وأغرباس. وجود الرب كان في حياتهم سبب قوتهم، وعشان كده لازم دايما نقول وكلنا ثقة: ربنا موجود. أهلا بحضراتكم من جديد، وربنا موجود. ربنا موجود كان في حياة أبائنا الرسل وفي خدمتهم. كل سنة وانتم طيبين، بداية صوم الرسل، عشان كده كان لازم نتكلم ونعرف قد إيه هم تعبوا، قد إيه هم تألموا، قد إيه هم اتسندوا بالروح القدس، قد إيه كان عمل ربنا كان موجود معاهم وفي خدمتهم. عشان كده لازم نتعلم منهم إيه هي الخدمة الحقيقية، البذل والعطاء والخدمة الليل ونهار. الحقيقة تعبوا وتألموا واستشهدوا على اسم رب المجد يسوع المسيح. عشان كده حابين النهاردة نتكلم في حلقتنا عن خدمة أبائنا الرسل. بيشرفني وبيسعدني جدا يكون معنا قدس أبونا القمص مينا عوض، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم وشهيد أبانوب شبين القناطر. أهلا بقدسك. أهلا بحضرتك. كل سنة وقدسك طيب. حضرتك طيبة وكل المشاهدين بخير. قبل ما نبتدي عن خدمة أبائنا الرسل، طبعا كان قعدوا مع رب المجد عدة سنوات، في كل شدة وفي كل دقيقة كانوا بيلجأوا لي. لما البحر كان يهيج عليهم على طول يصرخوا ويقولوا انجدنا يا معلم، وعلى طول كانوا بيلاقوا ايدي معاهم، على طول كانوا حاسين انه مسنودين برب المجد يسوع المسيح. لكن بعد الصعود الوقت اختلف، الحال اختلف. خلينا في البداية نتكلم عن حال التلاميذ اللي هم كانوا مرافقين للسيد المسيح وقاعدين ومطمنين وحاسين بالأمان في وجوده معهم، لكن النهاردة هو صعد. صحيح وعدهم بالروح القدس، لكن هم لسه ما يعرفوش يعني إيه الروح القدس، ما يعرفوش قوة الروح القدس. ففي وقت الصعود كان حالهم عامل إزاي؟ هو في الحقيقة فترة الآباء الرسل كان أجمل وأروع فيها فترة، نلاحظ أنها فترة امتداد ملكوت الله على الأرض. إذا كان الله حصل صعود، لكن هو كان ليه وعد صادق وأمين، قال لهم لا تبرحوا أورشليم إلى أن تأخذوا قوة من الأعالي. ولما صعد للسماء زي ما احنا بنقول في اللحن وأرسل لنا البراكليت، كانت القوة موجودة. ربنا بيبقى موجود معنا لفترات معينة، في أعداد، في ترتيب، لكن بيسيب الإنسان بعد كده يعتمد على نفسه ويقف على رجليه. لكن الوعد صادق، الوعد أمين، الوعد واضح: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فالترتيب والجميل إن كان في فصل أعداد خدام ليهم بلغة اليومين دول، يعني إن هو أعدهم أكتر من 3 سنين، وشافوا المعجزات وشافوا حديث الرب يسوع مع الكتبة ومع الفريسيين ومع الطائف المختلفة، وإزاي كان ربنا بيتكلم وكان ربنا بيتصرف. فكان أقوى أعداد للتلاميذ، عشان كده كان لازم يجي لهم وقت ان هم يعتمدوا على نفسهم ويكملوا الكرازة بعد كده. تمام. بعد
فصل اعداد الخدام الثلاث سنين اللي قدسك بتقول لنا عليهم بعد حلول الروح القدس عليهم والقوه اللي جات لهم من الاعالي، خلينا نتكلم عن بدايه الخدمه كان شكلها ايه؟ البدايه بعد الصعود تقصدي يا حضرتك؟ يعني البدايه ان هم قعدوا مستنيين كلهم، كان حوالي 120 شخص، وابتدوا يستنوا القوة دي اللي هي هتحركهم. طبعا لما بنقول للروح القدس هو روح قدس الله، هو الله ذاته الموجود فيهم وحل عليهم، وكان مفاجأة ليهم وكان مفاجأة للعالم اللي موجود حواليهم في الوقت ده، لأن شافوا حاجات، إن كانوا شافوا معجزات قوية وبركات حلوة في وجود الرب يسوع. بس اليوم ده بالذات كان يوم عجيب جدا، لما يقول الكتاب المقدس وطفقوا يتكلموا بألسنة. صحيح. لما نلقى واحد زي بطرس ويوحنا الجماعة الصيادين الغلابة البسطة دول، وبيتكلم سفر الأعمال إن هم كان في حوالي تقريبا 14 أو 15 لغة موجودين. فالبداية حسوا إن في سندة من ربنا، بداية قوية. ربنا قال بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء، تقدروا أن تفعلوا شيء. فالجميل فيهم حياة الإيمان الحلوة، إن واثقين إن ربنا معهم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. صعد لكن حسوا أن الروح القدس، روح قدس الله أو الله ذاته موجود معهم، وهم هيقدروا يكملوا بالسندة والقوة والبركة اللي ربنا هديها لكل واحد منهم، اللي جت بعد كده في سورة مواهب وفي سورة تعديد بشكل معين، وكل تلميذ كان مختلف تقريبا عن الآخر. يعني صحيح. قدسك بتقول كان ربنا موجود معاهم، مظاهر وجود الله في حياتهم وفي كرازتهم وفي خدمتهم لما كانوا بيروحوا من بلد لبلد ويزوروا من هنا وهنا ويسافروا، وأسفار وأتعاب وألمات قابلتهم، مظهر أو مظاهر وجود الله في حياتهم كانت إيه؟ يقول الكتاب المقدس وكان الرب يؤيد العمل بالمعجزات التابعة. يعني لما اختاروا متياس بدل يهوذا، نلقى ان بدل الكرازة بتاعته الست العذراء ما سابتوش في حالة الحديد. نلقى ان ربنا، روح ربنا لما بيتكلم مع واحد زي بولس يقول واراد ان يذهب الى مقدونية او اماكن معينه، ومنعه الروح. صحيح. ومنعه الروح، يعني 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 الإحساس الحلو، إذا كان الرب يسوع بناسوت أو بالجسد قبل الصعود موجود معهم، لكن روح القدوس اللي قال عنه الكتاب به نحيا ونتحرك ونوجد، حاسين إن هو روح قدس الله بيحركهم، الروح القدس جواهم هو اللي يمشيهم. مسوقين بالروح القدس. مسوقين بالروح القدس، الله حلو التعبير ده، حلو. صحيح. التعبير، مسوقين بالروح القدس، فعلا به نحيا ونتحرك ونوجد. ولما كان بيبقى فيه أي نقص في الخدمة كان الروح القدس بيعوض. زي النهاردة أنا بتصور لو واحد بيدرس لغة مثلا هيدرسها قد إيه، ده كان كل واحد بيسمعهم باللغات أكتر من 15 لغة، وكانوا بيتكلموا بكل اللغات زي ما نقول في صلاة القسمة يعني. تمام. المزمور 19 آية 4 بيقول في الأرض كلها داعى منطقهم وفي أقاصي المسكونة كلامهم، كانت بشرى للخلاص. إزاي انطبقت هذه الآية على خدمة أبائنا الرسل؟ لو شفنا توما كواحد من الاثناشر، مين يتصور أن توما كان يوصل إلى بلاد الهند؟ صحيح. الذين لم تسمع أصواتهم كانوا ناس بسطة، كانوا صيدين سمك. يوحنا الحبيب المسكين الغلبان اللي كان يجي كده على صدر المسيح ويتكئ يدوق الألمات الصعبة دي، ويروح لجزيرة زي جزيرة بطمس ووسط المجرمين ووسط الناس الصعبة دي كلها. إذا كان هو الوحيد اللي مات موتة طبيعية، لكن التاريخ يقول إنه هو عانى، يعني الكنيسة أعتقد بتعتبره أحد الآباء المعترفين. يعني هم الحقيقة يعني الوضع يختلف دلوقتي، في فرق بين الكارز والراعي. صحيح. كارز العالم ده كله بتاعه، لكن الراعي زي شفنا الوقت نلقى أبونا ده أو سيدنا الأسقف مسؤول عن إبرشية معينة أو مكان معين، راعي ليه رعية مخصوص. لراعي. لكن شوفي بطرس، شوفي بولس لما 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 لف العالم كله ثلاث مرات، وفي بدايه الرابعه الرحله الرابعه استشهد، بعد كده العالم كله كان بتاعه، يتقابل مع بطرس، يتقابل مع سيلا، يتقابل توما اللي سافر بلاد الهند ويعبروا البحر
المتوسط ويروحوا أوروبا وبنفيلية وآسيا والعالم ده كله، كان ربنا موجود وكان في روح الإعلانات واضحة لما السفينة هتتكسر بيهم وروح قدس الله يتكلم على لسان بولس ما تخافوش انكم كلكم هتنجوا. وحتى لما كانوا يتعرضوا للاخطار يجوا يتدفوا والدنيا برد وسقعه وبعدين تطلع افعى وناس قالوا خلاص هيموت ويبصوا، لقوا فعلا ان كل عمل كرازي مؤيد بروح قدس الله مؤيد بالمعجزات. تمام سابونا، اسمح لي نطلع نسمع بس او نشوف المكالمه او المداخله الهاتفيه من ميري من اسكندريه. الو. الو. ايوه يا ميري، كل سنه وانت طيبه. طيبة مساء الخير. اهلا بيكي، اتفضلي. ممكن اسالك سؤال؟ لا الصوت لو سمحتي. الو. ايوه سامعينك، اتفضلي بس نعلي صوتنا شويه. ايوه يا ميري بس نوطي التلفزيون لو سمحتي واسمعيني من التليفون. طب الواضح ان فقدنا الاتصال، حاولي اتصلي بينا مره ثانيه. قدسك قبل مداخلة تليفونية بتقول في فرق بين الكارز والراعي، يعني معنى كده ان الكارز الحقل الكرازة بتاعه اوسع واشمل كتير من الراعي. الكارز عليه مسؤولية اكبر يمكن، او ممكن تكون مسؤولية متساوية، بس هو بما انه خدمته اوسع واشمل فاكيد عليه مسؤولية اكبر. ايه اللي خلى الخدمة في عصر الرسل، في عصر آبائنا الرسل، تكون بهذه القوة؟ احنا شفنا قد ايه آلام وقد ايه أصفار، وزي ما قصك قلت بولس الرسول اتكسرت بيه السفينة وهو قال بأصفار وأتعاب وسهر وكل ده في خدمته. ايه اللي مخلي كان خدمة آبائنا الرسل هي خدمة بهذه القوة؟ هو كان الهدف والرمز بتاعهم والتعليم بتاعهم كلهم استلموه من السيد المسيح. جميلة الآية اللي علموها لنا، وهب لكم لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا أيضا. يعني الألم كان هبة عند الآباء الرسل. كان السيد المسيح لما سلمهم الحتة دي كان سندة وكانت قوة ليهم ان هم يلفوا العالم كله ويروحوا العالم كله، والمعجزات الحلوة اللي كانوا بيعملوها والآيات الحلوة. الجزء الثاني انا نسيت السؤال. لا السؤال ازاي كانوا هم يعني القوه دي، قوه الكرازه كان جايه لهم منين، مصدرها كان ايه؟ مصدرها الله ما فيش شك طبعا، مصدر القوه هو الله اللي هو سلمهم وعلمهم وكان هو الهدف بتاعهم وكان هو الملجا بتاعهم، ولدرجه ان هم كان عندهم اشتياق حتى للحظات الاخيره بعد الكرازه. لما واحد زي بولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق، عايز أشوف الأمجاد اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس، وال بقى الانتقال شهوة ورب المجد هيكون إيه والجسد النوراني إيه والجسد الروحاني إيه. عشان كده كانوا بيستهينوا بكل رخيص وكل غالي في الدنيا دي بتاعته. صحيح. طب إيه اللي كان بيميز أبائنا الرسل عن خدمتنا دلوقتي؟ ما الروح القدس هو منذ الأزل وحتى الآن وإلى الأبد. عمل الروح القدس مع أبائنا الرسل برضو نفس العمل معانا. ليه ما فيش القوة دلوقتي في خدمتنا يا أسبونا؟ يعني القداسة البابا شنودة حتى كان بيقول هاتولي واحد بس زي بولس الرسول. ليه ما فيش بولس الرسول دلوقتي في مجتمعنا دلوقتي أو في عصرنا دلوقتي؟ البابا في الكتاب بتاعه كتاب الروح القدس بيتكلم ان الكنيسة يحركها الروح القدس. التلاميذ كانوا زي ما بيقول بولس كده سلمنا فسرنا نحمل، يعني كانوا سايبين نفسهم خالص لربنا، إن عشنا فلرب نعيش، إن متنا فلرب نموت. أنا بيتهيألي دلوقتي لما بيتعرض على واحد خدمة أو كرازة أو كده لازم يطمن هيخدم فين، والواحد آسف قال لازم يطمن هياخد كام ومرتب كام. والآباء الرسل كان حياتهم كلهم إن هم يرضوا الرب بكل قلوبهم عشان خاطر اخيرا يقولوا كده مع بول اخيرا وضع لي اكليل المجد. كانوا مستنيين المجد اللي هو هينتظرهم. عشان كده حتى لما بنحتفل احنا في نهايه عيد الرسل الاثنين استشهدوا بطرس وبولس، وما لقيناش ابدا تلميذ هرب من الاستشهاد او هرب من المسؤوليه. حتى العجيب جوه السجن
يعني كانوا بيسبحوا كانوا حتى يعني لما السجن أبواب السجن حصل زلزلة وأبواب السجن اتفتحت، لكن هم برضو فضلوا مكانهم وما خرجوش وبيرتلوا وبيصلوا وفرحانين وفرحانين، وكانوا حاسين أن ربنا مش سايبهم، وأنه زي ما بيقول علمنا قداسة الباب كله للخير. بطرس في السجن، الملاك يروح لغاية عنده، السلاسل تقعد تقع من إيديهم، يخرج يمشي، الناس تستعجب، قوة غير عادية. يعني أجمل حاجة إن هم مش كانوا ماسكين في ربنا، ربنا كان كمان ماسكهم في إيده زي ما بيقول سفر الرؤيا. تمام، معانا مينا من سوهاج. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك أستاذ مينا. ممكن أتكلم مع أبونا؟ اتفضل اتفضل أبونا مع حضرتك. معي طفل معاق ذهنيا، والطفل ده كل ما اروح كنيسه يجي بيشوشر وكده، فمفيش حد حامله خالص. تمام، ومفيش حد حامله خالص، وفي نفس الوقت يجي بيشوشر فالناس مش حاملاه خالص، وفي أخ كاهن وفي أب كاهن في الكنيسه اللي أتابع عليها في البلد مش حامله خالص في الكنيسه، وكذا مرة يشاور لي من داخل الهيكل من جوه يقول لي خد الواد وامشي، وكذا مرة يكلمني يقول لي ما تجيبوش تاني وما تجيش تاني. وطفل ده بركة كبيرة معايا ربنا ادهوني، ومش عارف انا اعمل ايه يعني. ألف سلامة. ننفع من أبونا ايه رأي جثة في الحكاية دي؟ هل أخليه في البيت وأجيب أبونا ناوله، ولا ما أخليش تاني في الكنيسة؟ لا ألف سلامة لابن حضرتك، ورسالتك وصلت، وحالا أستاذ أبونا هيرد على حضرتك، بس بعد معانا تليفون من أستاذ فتحي من أسيوط. ألو، لو سمحت بس نوطي التلفزيون واسمعني من التليفون. اتفضل أستاذ فتحي. ألو أستاذ فتحي، حضرتك معانا على الهوا، لو سمحت سؤال حضرتك. اهلا بيك. ايوه، وحضرتك طيب، سؤال حضرتك. ايوه احنا معاك، حضرتك معانا على الهواء، اتفضل. مساء الخير. معانا أستاذ أبونا مينا. أهلا بيك. سؤال حضرتك سريعا. تمام، هو فقدنا الاتصال، حاول تتصل بينا تاني يا أستاذ فتحي. أستاذ مينا كان بيتكلم وبيسأل على ابنه المعاق اللي بيعمل دوشة في الكنيسة، وأكتر من حد كان بيتضايق، ويعني وبيقول إن أستاذ أبونا يعني كان بيشاور له كذا مرة من جوه الهيكل، فبيتساءل بيقول الأفضل إن هو يخليه في البيت وحد يجي أو كاهن يجي يناوله، ولا برضه ينزل الكنيسة ولا يعمل إيه؟ يعني بيعلمنا الكتاب المقدس ليكن كل شيء بلياقة وبترتيب. الكنيسة بتاعتنا كنيسة ترتيب، وأعتقد النهاردة ما فيش كنيسة ما فيهاش خدمة للمعاقين. هي سواعي بس بيختلط علينا إن إحنا بندخل الخدمات في غير أماكنها. كل كنائس تقريبا دلوقتي مهتمة قوي بخدمة المعاقين، سواء حرقيا أو ذهنيا. كل الإبرشيات بتخصص كنيسة معينة وكاهن معين، فما فيش شك إن وجود يعني إنسان معاق طبعا هو بركة لأبوه للكنيسة وبركة لكل لا نقاش. بس عايز أقول لكل شخص نختار له المكان المناسب بتاعه. في اجتماعات للأطفال، مدارس أحد، فتيان إعدادي، شباب ثانوي، شباب جامعة، حتى المعاقين وفي قداسات برضو للأطفال مكان، ما هو كل يوم مكان. وكل الإبرشيات دلوقتي بتهتم أو بالمعاقين، فأنا شايف بس هو محتاج يعني يبقى في تواصل بينه من الخادم، إيه أو مين الخدام وأماكنهم، ويقدر يتواصل معه بحيث الطفل كمان يجد نفسه، سواء في التعليم، سواء في الرحلات بتاعته، سواء يبقى يلاقي نفسه وسط إخواته ومع زمايله، حتى ما يحسش
بأي شيء من الحرج يعني. ومعظم الكنائس دلوقتي بقى فيها كراينج روم، اوض مخصوصه للاطفال، فبنتمنى طبعا ان ده يعمم على جميع الكنائس. يعني حاله زي ابن استاذ مينا ممكن يقعد في، لو في الاوضه دي اللي هي مخصصه للاطفال ممكن برضو يقعد وقت القداس. ده بالاضافه لان في كل ابرشيه في اب كاهن مسؤول دلوقتي، او في الكنيسه نفسها لما تكون كنائس كبيره بيبقى في خدام مهتمين قوي بالمعاقين. تمام. فبتعمل لهم رحلات وبرامج وقعدات واجتماعات، لان لو حطينا الشخص في غير مكانه هو نفسه هيتعب وممكن يتعب اللي حواليه. تمام. 70 رسول و12 تلميذ اللي هم في الاصل 12 رسول برضو، عشان البعض بيتهيأ له او بيفتكر ان 12 تلميذ دول يعني ما كانوش ضمن الرسل، لكن العدد القليل ده فتن المسكونة، هم اللي بشروا المسكونة كلهم من غير أي سند ولا قوة بشرية. حتى السيد المسيح أوصاهم لا معهم ذهب ولا فضة ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا ولا أي حاجة. يمكن قدسك قبل المداخلة التليفونية كنت بتقول لي أن الكاهن دلوقتي بيسأل هاخد كام وهقعد فين، وده حق برضو من حقوقه البعض طبعا، وده برضو لو دورنا هنلاقي حق من حقوقه، لأن برضو الحق حياة ليها مستلزماتها وهو طبعا مسؤول عن عيلة. لكن العكس تماما لقيناه في الرسل، أبائنا الرسل لقيناهم ما كانوش بيفكروا لا في مزود ولا في أكل ولا في شرب ولا في أي حاجة. جابوا منين القوة أو إزاي كانوا بيقدروا يعملوا المهام الصعبة دي؟ وبالأخص طبعا الأسفار زمان، السفر زمان كان أصعب بكتير من دلوقتي، ما كانش فيه الطيارات ووسائل المواصلات المريحة زي دلوقتي. إزاي قدروا بدون أي معونة بشرية يقدروا على الخدمة الصعبة دي؟ أنا عايز أقول أي موضوع بيبقى له بداية. الرب يسوع المسيح لما اختار في البداية اختار ال 12 تلميذ، ونسمع أن بطرس لما اتكلم في عظة واحدة ضم للكنيسة 3000 وبعد كده بقوا 5000. بس ناخد بالنا أن الخدمة ابتدت تكبر. يعني احنا لو قسمنا العصر الرسولي هنلاقيهم نقدر نقول بالضبط هما ثلاثة، ال 12 تلميذ، وبعد ذلك اختار الرب 70 آخرون. وما ننساش برضو بولس الرسول نقدر طبعا نعتبره من العصر ده. ليه؟ لأن هو نفسه قال لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. فال 12 والسبعين بلس بولس الرسول، فكانت في مرحلة انتقالية كان لازم يحصل إعداد. وإحنا لما نشوف العالم إزاي تحول من كرازة للرعاية، أعتقد دلوقتي إحنا عندنا في كنيستنا في بلاد وفي أساقفة كارزين، يعني بلاد زي البلاد الإفريقية يا ربنا يبارك في الأساقفة اللي موجودين، بلاد كاملة والبلد كلها بيخشها من هنا لهنا. إنما مصر شايفينها طبعا مع الوقت ومع الترتيب بقى في إبرشيات وفي ربنا يخلينا الأباء الأساقفة كل أسقف دي الإبرشية بتاعته، وحصل ترتيب مع الوقت. فكان لازم تحصل المنطقة المرحلة الانتقالية دي، ال 12 تلميذ فتنوا المسكونة كلها، ال 70 رسول كان لازم لهم دور تكميلي. بولس الرسول كان ليه دور رائع جدا، لأن مين يتصور أن بولس اللي قال على نفسه كنت مضطهد لكنيسة الله وكنت مفتري، قال على نفسه كنت مفتريا، مين يصدق أن بولس الرسول يكتب 14 رسالة؟ بولس صحيح. اللي في الوقت فيه اللي بطرس ما كتبش يدوبك إلا رسالتين، اللي يوحنا كتب 5. فالتلاميذ في البداية راحوا المسكونة كلها وكانوا حاسين بيد ربنا، أكيد كان في حاجات وأسرار في حياتهم إحنا ما نعرفهاش. خلينا نعرف أكتر عن بولس الرسول. بولس الرسول من الشخصيات الغريبة العجيبة جدا، اللي كان يضطهد الكنيسة وكان يروح للحارس ولسوريا ويجيب منه أمر، وكان متصور أن قوة البشرية، ودي كانت سبب اختبار رائع في حياته. يعني كان حاسس أنه هو الحارس أو ولسوريا ده سنده وباركه وكلام ده كله، وكان مش قادر يعرف أو يقدر مين هو الإله الحقيقي تقدير مظلوم. عشان كده لما شافه في الشمس طالعة ويشوف النور الساطع والكلام ده، فهو كان متصور أنه بيعمل عمل خير. لما الصوت جاله بقوة، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ الوضع اتغير عنده، مين أنت يا رب اللي أنا بضطهده؟ ده أنا بضطهد الجماعة دول، ما هو اللي بيضطهد الجماعة دول المسيحيين دول هو اللي بيضطهدني أنا بالظبط.
والتغيير اللي حصل له من انه اعمى يروح لحنانيا يفتح. اذا هو قدام قوه غريبه، قدام شخص عجيب، قدام اله متميز جدا. فلما راح لحنانيا وابتدى يستلم الايمان، كانوا يخافوا منه في البدايه، لما جه بقوه. صحيح. حس ان كان في حياته او ده عصر الرسل كان بيميزه الاختبارات الحلوه القويه اللي شافها، عشان كده بعد كده لف العالم كله مره واثنين وثلاثه، وفي الرحله الرابعه طبعا كان الاستشهاد بتاعه بطريقه والعذابات يعني كانت طريقه صعبه. تمام. معانا ميري من اسكندريه. الو. الو، اهلا يا ميري، اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. كل عام وانت طيبه. وانت طيبه، اتفضلي سؤال حضرتك. كل سنه وانت صابونا. كل سنه وانت طيبه، اتفضلي. يعني السؤال، لما السيد المسيح قال لهم لا تبرحوا اورشليم الا تلبسوا قوه من الاعالي. تمام. ايه معنى كلمه بقى الاعالي؟ تمام، حاضر، بشكرك يا استاذة ميري. كلمة أعالي، عالي، احنا بنؤمن في كنيستنا ان احنا لينا اربع سماوات. السماء بتاعتنا العادية سماء الطيور، ثم سماء الأفلاك، ثم السماء الثالثة اللي بولس قال أعرف إنسان منذ 14 سنة ذهب إلى السماء الثالثة. الأعالي اللي حضرتك بتقصدي عليها، اللي سيب بنقول عليها في القبطي نفي أوي سماء السماوات، والتعبير ده مذكور كتير في الكتاب المقدس. إذا صعدت إلى هناك إلى سماء السماوات، قوة من الأعالي، كلمة أعالي صعد إلى أعلى السماوات أو للسماء، هو المكان الخاص بالله وحده، وما فيش حد راح للمكان ده إلا الله فقط. تمام. والخاص بالله فقط اللي هو السماء الرابعة، لكن السماء الثالثة دي أدينا سمعنا أن بولس راح لها. تمام. تلاميذ رب المجد وصاهم وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. خلينا نتكلم ونعرف منهج الكرازة بالنسبة لأبائنا الرسل. كان إيه منهجهم وإيه طريقتهم في خدمتهم، وإزاي إحنا نقتدي بيهم؟ هو الرب يسوع المسيح لما قال لهم اذهبوا للعالم كله، طبعا احنا ناخد بالنا ان العالم كله ما كانش هو العالم اللي احنا عايشين فيه ده. تمام. ما كانش في امريكا، ما كانش في استراليا، يا دوب كان جزء من افريقيا، جزء من اسيا، جزء من اوروبا. لكن قال لهم ما تبرحوا، اذهبوا للعالم كله وبشروا للخليق. لكن الله ما سابهمش كده يتامى، لدرجة لما جه بطرس ولقى الأعرج عند باب الجميل، الوضع عنده يختلف، فمستني اديني فلوس، اديني حاجة. صحيح. قال له ليس لي ذهب ولا فضة، لكن عندي حاجات تانية لا يملكها العالم ده، ولكن الذي لي إياه أعطيك. هتدي له إيه؟ الكل انتظر، الكل شاف، قال له باسم يسوع الناصري قوم وامشي. قام وابتدى يمشي، فالعالم شاف اسم جديد ما كانش العالم عارفه ساعتها. ايه الاسم الجديد ده اللي بيدي القوة الغريبة دي؟ لا دكتور يقدر يعمل حاجة، لان المسيح علمهم وسلمهم لما يلقى انسان اعمى منذ ولادته الطب ما يقدرش يعمل حاجة. صحيح. ولغاية النهاردة الطب ما يقدرش يعمل حاجة، لكن لما يمسك ويدفل عطين ويحط يعني، او التاني اللي بقاله 38 سنة الطب عمل له ايه والدكاترة ايه، ولغاية النهاردة ما يقدرش يعمل حاجة مع الانسان المشلول او الانسان لغاية الان لما بتحصل معجزة، حتى الطبيب غير المسيحي بيقول دي معجزة. دي معجزة، يعني فعلا حتى الطب بيؤمن بالمعجزات. معجزة يعني يعجز العقل عن استيعابها، مش قادر اتصور ايه انسان ايده ويذرد هاند، ده ايده يابسة، يعني النيرف كل ده نشف وجف والايد دي ما بتتحركش، وبعدين يقول له مد يدك، ده موجودة في انجيل مرقس صح 3، يمد ايده. الطب ما قدرش يفسر، هي بكل المقاييس معجزات. فإلهنا إله المعجزات، جيب فكر جديد بمفهوم جديد، لكن الأصل الحب اللي ربنا ده للبشرية، اللي كان وعد بيه من أول آدم لما قال له ما تزعلش نسل المرأة هيسحق رأس الحية، وتنه ينتظر ده كله لغاية ما جه وتجسد ودم الفداء للإنسان، وأصبح الإنسان بعد كده جاهز أنه يستقبل ربنا جواه. و لما نشوف بلد زي مصر دي عجيب،
لغاية قبل مرقس الرسول مصر كانت وثنية. صحيح. إنسان إنسان شخص واحد يحول مصر من الوثنية إلى المسيحية. المعجزات عمل الله روح قدس الله لما يبقى ماشي هو أرسطوبولس أبوه ويهجم عليه الأسد والحيوان المفترس يا ابني الأسد هيأكلك ههرب أنا لا 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 الموضوع صحيح. يختلف في قوة تانية في أسلوب تاني وابتدي يرشم الصليب يبتدي يصلي وبعد كده يدخل إنسان ما فيش في إيده أي حاجة ما فيش في إيده أي سلاح ما فيش قوة قوة الروح القدس اللي فاقت الحياة دي عشان كده في ثمار الروح وفي مواهب الروح تمام. القدس أكتر ما يميز خدمة أبائنا الرسل البذل والعطاء كانوا بيخدموا في أي وقت في الصبح وبالليل وصيف وشتاء يعني ما كانش عندهم أي فتور في خدمتهم إزاي إحنا نتعلم أن يكون عندنا البذل والعطاء في خدمتنا الحياة في عصر الآباء الرسل يعني الكتاب المقدس ادانا بعض الشذرات كده الصغيرة لكن تاريخ الكنيسة مليان بعد كده وشفنا كتير من المبشرين والرسل طبعا بالذات ان حكاية النوم وان هم عايزين مقابل لكن كان عندهم لازم الرسالة اذهبوا الى العالم كله هيروح بايه بسفينة ما كانش فيه طبعا طيران والكلام ده كله ما تفرقش معاه انا مش عارف مرقس الرسول جه من فلسطين للخمس مدن لمصر جه ازاي وسائل المواصلات كانت ايه ما فيش شك ان كل ده بذل ما فيش شك زي ما شفنا التاريخ بيقول ان هو كان فيه وحوش داريه وحوش مفترسه صحيح. قابل الكلام ده بايه كل اللي في ايده والصليب طبعا ما كانش بالشياكه دي حاجات بقى يعني انا اعتقد كان ساعتها مجرد عصايتين كده متقاطعتين مش مهم الشكل المهم القوه صحيح كلمه الصليب دي عند الهالكين جهالة عندنا نحن المخلصين قوه الله حاشا لي ان افتخر الاباء الرسل كانوا مدركين الكلام ده كله وكانوا عارفين الكلام ده كله وجي مرقس وجي الاباء الرسل وكانوا كل يستهينوا بكل غالي ورخيص المهم ان هم يحسوا ان هم ارضوا الرب بكل ربنا كان الاول في حياته تعلموا كده من المخطوطات ومن العهد القديم من لي في السماء علمهم داود ومعك لا أريد أصلا أنت رب الكل في الكل أنت كل حاجة كان هو الهدف الوحيد في حياتهم حتى اللي كان متجوز زي بطرس يقول كنا نقول بزوجة خلاص بقى صحيح. الجواز ده بولس الرسول كان يقدر قال ليت الجميع بلا يعني كان بولس الرسول بيفضل البتولية والحياة مع ربنا أكتر لكن برضو الزواج هو زواج مقدس وبطرس الرسول ما هو كان متزوج لا نقاش طبعا لا نقاش الجواز سر من أسرار الكنيسة لكن بيبقى لي انشغالات وبيبقى لي وقته حقيقي عوامل نجاح الكرازة عايزة أتوقف مع قدسك في عوامل نجاح الكرازة أيام أبائنا الرسل واللي كانت بتدي قوتها قوة الخدمة وبتدي فعاليات الخدمة يا ترى كانت إيه؟ إيه هي عوامل نجاح؟ عوامل نجاح الكرازة أولا إلقاء المسؤولية كلها على ربنا ما كانش الرسل يحسوا بحاجة إلا ما يحط ربنا في البداية أيضا كان الأباء الرسل متواضعين الأباء الرسل أيضا كانوا عايز أقول حكاية التعب والجسد والكلام ده كان محطوط ما كانش عندهم فرق بين الليل والنهار صحيح. ما كانش عندهم الفرق بين أكل وشرب إن عشنا فللرب نعيش إن مشنا فللرب نموت كان عندهم أيضا المحبة لكل الناس ده مرة راحوا للرسل وقالوا لهم كده شوفوا الناس اللي عايزة أكل وشرب قالوا لهم ما يصحش نترك كلمة الله ونخدم موائد ما يصحش لكن الشرط الجميل بقى اللي حطوه قالوا نقيم سبع إخوة بس في شرط مهم مش هنقدر نتنازل عنه اللي هم يكونوا مملوئين من الروح القدس عشان كده يقول سفر الأعمال عن استفانوس ولم يستطيعوا أن يقاوموا الحكمة والروح التي كان يتكلم بها مليان حكمة مليان روح حتى السبعة اللي لو سألنا أي حد أساميهم إيه السبعة مش هيعرف أو إحنا أنا عن نفسي مش حافظ أسامي السبعة يعني لكن
كان الشرط الأساسي أن هم يكونوا مملوئين من الروح. ليه؟ لأن به نحيا ونتحرك، حتى وهم بيقدموا الأكل، حتى وهم بيقدموا الشرب، الروح والمحبة والإنكار الذات كان موجود عندهم. تمام. خدمة أبائنا الرسل كان ليها قوة وفعالية كبيرة جدا. بعيزة واحدة للقديس بطرس الرسول جذب للإيمان 3000 نفس، وهنلاقي برضو في حياة وخدمة بولس الرسول. يا ترى فعالية خدمتهم وقوتها كانت جاية برضو منين؟ هو عجبني مرة واحد بيتكلم بيقول بطرس بعيزة جاب 3000 نفس. الوقت بنسمع 3000 عيزة ومحدش بيجي، ايه الفرق؟ يعني كان الروح القدس بيتكلم على لسانهم، كان التلاميذ سايبين روح الله يعمل فيهم يحركهم، كانوا زي ما بيقولوا كده لهم مسحة من القدوس، كان الكلام اللي هم بيعملوه كان كل شيء عندهم صوم صلاة، حتى لما يجوا يختاروا حد جديد يقول صاموا صلوا وضعوا الايادي. شوف الجميل بقى بيت الآية تقول ايه، فقال الروح القدس. تمام. فقال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل. يعني سايبين كل حاجة، انت يا رب عايز ايه؟ احنا يا رب تحت رجليك، احنا يا رب شرف كبير لينا ان احنا نكون قدام عندك، بس عايزين نقول لك حاجة يا رب، ان احنا من غيرك ولا حاجة، انت قلت كده يا رب بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء، مستنيين يا رب روحك يعمل جوانا يحركنا يغيرنا. فزي ما حضرتك بتقول في البداية، الوقت لو العظة لو الكرازة والخدمات بالقوة بتاعت كان الجو اتغير تماما يعني. صحيح. فقال احنا النهاردة في واحد بيأمن بيه 3000 شخص، ولا وصلنا العصر نسمع 3000 عظة وما بقناش نتأثر للأسف. كرازة بالإنجيل المحب، الحب اللي في الإنجيل اللي في الرسالة. يمكن أيام أبائنا الرسل كان في عصر ظلمة واضطهادات وحروب والدنيا ما كانتش بالسهولة دي، لكن كان في وسط ده كله كانوا بيكرزوا برسالة المحبة، مش محبة الأقارب ولا الأب والأم ولا الإخوة، لا ده كانت محبة الأعداء. فإزاي نتعلم من محبة الأعداء؟ والرسالة دي كان صداها إيه منذ أيام أبائنا الرسل حتى الآن؟ القديس ماري إسحاق بيقول إن أي فضيلة تخلو من المحبة ليست هي فضيلة على الإطلاق. شوفي بولس لما ابتدى يضطهد شعب الله وابتدى يقول أنا كنت مفتري وكنت وكنت وكنت، يقول بعد كده شوف التغيير كان بيقول إيه، يرجع بعد يقول إن جاع عدوك اطعمه وإن عطش اسقيه، بس خد بالك من بيت الآية إن فعلت ذلك تسكب جمر نار. أبائنا الرسل بالمحبة قدروا يكسبوا الناس دول، كانوا بيقدموا للناس حب، لأن كلمة حب ببساطة هي الله، الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله. ومعروفة المسيحية من بدايتها يعني الكرازة فيها ماشيين على أشواك مش سهلة، عارفين إن في النهاية أنا مش عارف شعور بولس ولا بطرس ولا ال 11 تلميذ باستثناء يوحنا، انه عارفين ان هو في طريقه مختلفه للاستشهاد بتنتظرهم، لان عصر الرسل انتهى بسنه 100 تقريبا ميلاديه او اواخر القرن الاول اواخر كنا 96 حاجه زي كده. الكل كان استشهد، منهم اللي مات منكس الرأس، منهم اللي قطع، منهم اللي اترمى للوحوش، كان العصر الروماني عصر فظيع، ومنهم اللي كان زي مرقس الرسول كان إنسان متعلم، لوقا كان راجل طبيب وكان راجل رسام وأول واحد رسم صورة للست العذراء، فما كانوش يعرفوا غير الحب، لأن الحب هو اللي هيوصل لله، بدون حب مفيش فضائل، بدون حب مفيش ربنا، من يثبت في المحبة يثبت في الله. وسيد المسيح نفسه علمنا ازاي محبة الاعداء وهو على الصليب، علمنا وادانا مثل السامري الصالح وعرفنا ازاي كمان نحب اعدائنا. استفانوس وهو برضو بيرجموه قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. فكل ده متهيألي أسبونا حتى السيد المسيح يعني في كراسته وفي تعليمه لينا كان بيعلمنا نحب اعدائنا. هي كانت نقلة جميلة، يعني لو نسمع في العهد القديم عين بعين صحيح، سن بسن،
اللي يكسر لك سنة يكسر له سنة، اللي يخلع لك عين يخلع له عين. فالسيد المسيح لما على الصليب اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. شوف النظرة الحلوة اللي سلمها المسيح للرسل، اللي هي إزاي غاية إيماننا هي خلاص النفوس. كان هم الرسل مش همه نفسه خالص. يعني لما نشوف بولس الرسول ده المكان اللي راحه والسجن اللي كانوا فيه، انا شفت في ايطاليا المكان اللي كانوا مسجونين فيه صعب قاسي جدا، وكان مكان مظلم، يقولك وكانوا يسبحون الرب ويرنمون، عشان كده ما كانش ربنا سايبهم. هتعمل ايه؟ ما فيش حد من الاباء الرسل ده لما جه بطرس يمسك السيف ولا الخنجر بتاعه ده ويقطع بيه عبد اذن عبد رئيس الكهنه، قال له لا لا السكه دي مش بتاعتنا، اللي بياخد بالسيف بالسيف يؤخذ. وشفنا حتى لما التاريخ على مدى العصور موسى الاسود لما قال انا ياما قتلت وياما عملت، وافتكر الايه، افتكر الايه دي ان هو هيستشهد لانه ياما اخد ناس بالسيف واخذ بالسيف ايضا. صحيح. وسيد المسيح نفسه قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان حب بعضنا لبعض. يعني هو ده فعلا سمة المحبة وصفة المحبة، هي دي اللي هتميزنا عن أولاد العالم. لكن فكرة محبة الأعداء إزاي نعرفها لأولادنا؟ إزاي نغرز فيهم محبة الأعداء وفي نفس الوقت ما يكونوش برضو يعني عرضة لأي، يعني يطلع برضو عندهم شخصية وأولاد مستنيرين ويعرفوا إزاي ياخدوا حقهم لكن في نفس الوقت يحبوا أعدائهم؟ إزاي نعمل المعادلة الصعبة دي؟ إحنا تعلمنا في المسيحية أن القوة الحقيقية هي قوة الإرادة، هي قوة الشخصية. حتى الآية اللي بتقول من لطبك على خدك الأيمن حول لها تفسير جميلة جدا، يعني واحد هيضرب بالشمال على الخد الأيمن أو من الخلف، مش معناها كده أن إحنا نبقى ملطشة للكل. صحيح. الإنسان المسيحي إنسان قوي الإرادة، إنسان قوي الشخصية، لكن إنسان عمر الشر ما ملك عليه، عمر ما تصرف أبدا أنه هو يأذي اللي حواليه، لأن الإنسان بطبعه الحتة دي كلها إزاي يسمو فوق محبة الأعداء. إن قدرنا نحب أعدائنا دي درجة ملائكية حلوة، إن قدرنا نحب بعض دي درجة إنسانية. لكن الإنسان اللي بيكره ده يعني مش عايز اقولها درجه ايه، لو واحد ماشي في غابات ولا حاجه طلع عليه اسد هيفترسه يعني. فاذا ما كناش على الاقل يعني قادرين نحب اعدائنا نحب بعضنا بعض. لكن هو وصيه المسيح كده، احبوا اعدائكم باركوا، عايزه تدريب وعايزه وقت وعايزه سهر. ما فيش عايز اقول حاجة وصلها الأباء الرسل إلا ما كان وراها جهاد وقت طويل. كل حد من الأباء القديسين والأباء الرسل سهر وتعب وجاهد، حتى بولس الرسول يقول كده جاهدت الجهاد الحسن. وأخيرا أخيرا يعني إيه؟ بعد فترة طويلة جدا، بعد جداً. كل ألم، بعد كل تعب، بعد كل سهر، بعد كل خدمة، يعني أخيرا دي ما جاتش بالساهل. لأنه كم مرة يتجلد؟ خمس مرات يتجلد، 40 جلدة إلا جلدة. كم مرة اتكسرت بيه السفينة؟ كم مرة قيس على كده بطرس، قيس على كده بقية توما اللي راح الهند، وتعرض لمشاكل ومتاعب، وفي النهاية كلهم فرحانين بالأكاليل. أخيرا وضع عليه إكليل البر الذي يهب الديان العادل لكل أحد. أهمية تعزيز الكرازة والخدمة بوساطة النعمة، بمعنى يعني أهمية الصلاة والصوم في خدمتنا دي ممكن تحولنا لإيه؟ يعني تحول الخادم الحقيقي وأمانته في الخدمة، مش مجرد إن هو يخدم وينزل ويتعب وخلاص، لكن وساطة النعمة الصلاة والصوم أهميتها إيه في الخدمة؟ عجبني أوي واحد بيتكلم على الحتة دي، قال يا ما كلمنا الناس عن ربنا، إمتى هنكلم ربنا عن الناس؟ يا ما كلمنا الناس عن ربنا. سهل ان اي حد يقول ربنا كويس وطيب وحلو، امتى ندخل المخدع بتاعنا ونقول يا رب المشاكل دي موجوده والمتاعب دي موجوده؟ فزي ما علمنا يعني قداس البابا شنوده كان يقول الحته دي، انت لما بتقف قدام ربنا بتجري ليه وبتمشي ليه بسرعه؟ ده ربنا هيديك لسه وربنا هيباركك لسه. الصلوتين اللي كلمتين دول لا ده كانوا بيقضوا أصوام وصلوات ومتاعب وقاسوا كتير عشان خاطر يقدموا للناس. ودي نقطة تانية، انت بتقدم للناس ربنا ولا بتقدم للناس شخصك؟
الكتب والفرسين قيل عنهم كده كانوا يقولوا البر والبحر عشان يجيبوا واحد ولما يلاقوه يجيبوه معانا. الرسل ما كانش كده. صحيح. الرسل كانوا بيقدموا، كان يروح في أي حتة ويقيم قصوص ويقيم كنائس في المنطقة دي، يقول ونعود ونفتقد كل مدينة، كل مدينة أقاموا فيها قصوص أو عملوا فيها كنائس يرجعوا لها، يقول لك وكانت كلمة الرب تنمو. الكلمة بتنمو، وكانوا يرسموا بعد كده ومن الاثناشر للسبعين لبولس لكل واحد بقى فرزوا لي برنابا وشاول للعمل، وبعد كده مكدونيا، وبعد كده أوروبا، وبعد كده أسيا، وبعد كده العالم، وإلى النهاردة لغاية النهاردة مازال في براد كرازية وليست رعوية. وقيل عنهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة. يعني كان أساس الخدمة في حياة أبائنا الرسل هو الصلاة والصوم والطلبة. نفس واحدة دي لها معنى طبعا تاني خالص، يعني عايز أقول أن يا سلام لما تبقى كنيسة كلها روح واحد وقلب واحد وفكر واحد، أكتر حاجة بتبقى مزعجة للخدمة الانشقاقات. حتى الانشقاقات حصلت على فكرة أيام أبائنا الرسل، بس كانوا ناس دايما إيجابيين. لما بولس وبطرس ده رسول الأمم وده رسول الختان، لما نلقى في النهاية لا أنا أخد سيلة وأنت تاخد معك مرقص، وفي النهاية المحصلة إيجابية، نمو الخدمة وعمل الخدمة والجهاد والتعب والسهر ونشر كلمة الله، عشان في النهاية لكن لما نلقى كنيسة فيها مشاكل أو متاعب وما فيهاش النفس الواحدة، ده تبقى المحصلة ربنا يستر ما تكونش صفر. يعني ده حقيقة. ختاما كده تحب تقول لنا إيه رسالة توجهها لنا في نهاية حديثنا النهاردة عن خدمة أبائنا الرسل؟ أحب أقول إن الفترة دي على فكرة فترة بركة للكنيسة، وغلطان اللي يفتكر إن عصر الآباء الرسل هي فترة انتهت من تاريخنا. ده إحنا بننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. ده إحنا محتاجين نبص لكل واحد من الاتناشر، بل لكل واحد من السبعين النادر اللي لما ندرس تاريخهم، بل نبص لشخصية زي بولس الرسول اللي كتب لنا الـ14 رسالة وعمل الكرازة دي. الفترة دي فترة قوية دسمة، كانوا بيتحركوا بالروح القدس فيها، محتاجين نعيش الفترة دي بقوة، نرجع لها وننظر لنهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. تمام. بشكر قدسك جدا على وجودك معنا وعلى قد إيه المعلومات القيمة والجميلة اللي فعلا لو مشينا على هذا الخطى في خدمتنا بالتأكيد هتكون خدمة قوية وجميلة زي خدمة أبائنا الرسل. كل الشكر للقموس مينا عوض كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم وشهيد أبانوب بالقلج شبين القناطر. شكرا جزيلا لقدسك وكل سنة وقدسك خالص. وحضرتك وكل مشاهدين السي تي في بخير وبسلامة وبصحة. مشاهدينا وكده نكون عرفنا قد إيه كان ربنا موجود في حياة أبائنا الرسل، مش بس حياتهم، في خدمتهم وسهرهم وأسفرهم وألمهم وتعبهم وفي كل جزئية كانت في حياتهم وفي خدمتهم. بشكركم على حسن المتابعة ونشوفكم الأسبوع اللي جاي زي قبل المعدة بساعة، نشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وربنا موجود.